صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح ليوم الثلاثة 10 كانون الأول. قبل أيام من الأعياد المجيدة، أسواق خالية من رويدة، معرض بمناسبة عيد الميلاد بمنطقة البترون، ومننتقل لمؤتمر من تنظيم مؤسسة مي شدياء، وأيضا التجديد التربوي بثانوية رفيق الحريري الثانية. أما ضيوفنا لليوم فهن الدكتور عماد سلامة يلي انضم لنا حتى ناقش كتابه الصادر حديثا بعنوان The Government and Politics of Lebanon، والممثل عبد الرحمن العوجي لنحكي عن العمل المسرحي الجديد إشاعات. ولكن البداية رح بتكون مع حالة طقس، واليوم معنا الأستاذ وسام عبد الله من مصلحة الأرصاد الجوية ليعطينا تفاصيل أكثر عن الطقس. يعني الأخبار عندك اليوم أستاذ وسام؟ نعم. كيفك؟ كيف صحتك؟ ولا الحمد لله. كنت عم تسألني تحت الهواء إذا بعرف أسبح، حسيت هالسؤال ما طمني. لا، مبدئيا هيدا هيك، يعني نحن بعد الهواء شوي بنحاول نهيئ حالنا للأخبار الحلوة. أوكي تفضل. هلا نعم، بالنسبة لمنخفض الجو مثل ما حكينا اللي كنا عم نحكي عنه من فترة بروسيا، بلش يقرب علينا أكثر وأكثر، ويبدو أنه كمان حيأثر على حوض الشرق المتوسط اليومين أو 3 أيام اللي جايين. نعم. بطريقة متفاوتة ما بين أمطار وثلج. هلا توقعاتنا اليوم نهار الثلاثاء طقسنا حيكون غائم زين إلى غائم. فترة بعد الظهر بنبلش نشوف أكيد تحول الطقس أكثر لأمطار. نعم. الأمطار تدريجيا حتقوى ما بين ليلة الثلاثة وصباح الأربعة بشكل غزير. نعم. عنا غزالة أمطار، حيكون في هواء عنا كتير أو 60 كيلومتر بالساعة. وثلج حيكون عنا 1100 متر وما فوق، بس أكيد المناطق الشمالية مستوى الثلج حينزل أكتر عن 1100 متر أكتر يعني. نعم. وحيكون عنا الموج شوي مرتفع. نعم. الثلاثة. نعم. هلا الأربعة حيكفي طقسنا عاصف ومثلج على 1000 متر تدريجيا حيدنا، انما اللي حيصير كميه الامطار يمكن شوي تبقى اقل من الثلاثه بعد الظهر، بس اللي حيصير عنا الثلج. نعم. خاصه المناطق الشماليه ممكن تنزل ل 600 متر. يعني درجات حراره رح بتكون متدنيه اكثر نهار الثلاثه. نعم. الاربعاء. نعم، حسب ما الخرائط عاطي هون وبفتكر انا قد ايه، حسب ما هي كمان كمصداقيتها، يعني نحن يعني عم نشوف انه على ال 100 متر الحراره ناقص 2 بالشمال. على 100 متر الحراره ناقص 2، بس اكيد بدل هذا يمكن يعني بيحمل احتمال، عشان هيك احنا حطينا تقريبا ناقص 2. بس باي فتره من النهار استاذ وسام؟ هي حتكون الاربعاء المساء، لا بين اربعاء المساء وصباح الخميس. يعني ممكن يكون في جليد على الطرقات اذا الحراره أكيد تحت الصفر. أكيد، بس حتى على 100 متر صحيح. على 100 متر لما عم تحكي بالثلج اكيد حيكون في تاثير اكثر من الجليد. طبعا هذا الشيء اللي ممكن احنا متوقعين، فعشان هيك احنا حطينا من 600 متر، بس انه ممكن تنزل تحت 600 متر كمان خاصه بالمناطق الشماليه. نعم. نعم، والمول ممكن ترتفع ل 6 امتار كمان. نعم. درجات الحراره لليوم استاذ وسام كيف رح بتكون؟ هلا على السحن عنا اياها من 11 ل 18، على السحن عنا اياها من 5 ل 19، بالجبال من 2 ل 8، الارز 5 تحت الصفر ل 0، وبالداخل من 3 ل 12. نعم. هلا بالداخل حنوصل الاربعة ل 2 تحت الصفر. نعم. رياح سطحية متقلبة حتقوى أكثر هلا فترة بعد الظهر، حيبلش يقوى الهواء مثل ما أنا وصل يمكن 60 كيلومتر بالساعة. الرطوبة من 20 ل 60%، البحر متوسط ارتفاع الموج كمان بعد الظهر بيقوى، بوصل. نعم. لل 5 أمتار بكره لل 6 أمتار. والضغط جوه 1024 هكتو باسكال، اي معادل 768 ملم زئبق. هذا كل شيء تقريبا بالنسبه لطقسنا. نعم، لانه كل العالم هلا يعني حديث الساعه هو الطقس، عاصفه اليكسا ويورجو يلي واصلين على لبنان. صحيح، لا شك في كميات مي حتنزل، في كميات لا باس بها مي، ومتامل كمان تعود على النقص الامطار اللي لانه بعد في تفاوت مقارنه بالسنه الماضيه. اكيد بفتكر انه هيدي بتعدل نوعا ما بتعدل معدلات الامطار المتساقطه عنا بلبنان. نعم. بتحب تضيف شيء بعد استاذ وسام؟ لا، ميرسي كثير. شكرا لك وبنتمنى لك نهار دافئ. ميرسي. جوال صباح الخير. هلا شفتك هيك مبسوطه بدرجات الحراره خاصه مناطق الشمال. بدي اياها تتلج بدوما بقى هلا بالشمال على 600 متر ثلج. يعني الويكند بدوما يعني. دوما لحقها طرطوشي. بتعرفي بيارات برد كثير باحوال الطقس، بس غليان بالسياسه للاسف. جوله على عناوين السياسه بالصحف اللي صدرت اليوم.
13 كانون الأول 2013، وفي عناوين صحيفة النهار: الحكومة المستقيلة تتداعى تحت وطأة الفضائح، سليمان يطلق رصاصة الرحمة على التعويم، 3 مسالك للتحقيق في الاتهامات المتبادلة، فهل يتحرك القضاء؟ سجال العريض الصفدي يستكمل باتهام باسيل لميقاتي. ضمن أسرار الآلهة، فسرت أوساط سياسية كلام الوزير جبران باسيل على الانتخابات الرئاسية بأنه تهديد ضمني بمقاطعة الجلسات. يعتقد مسؤول سابق أن انتخاب رئيس للجمهورية سيتم في موعده تخلصا من التمديد ومن حكومة تصريف الأعمال أو حكومة أمر واقع تفرض الضرورة تشكيلها. يرى مرشحون حزبيون للرئاسة الأولى أن حظوظهم بالفوز تكبر إذا تأخرت الانتخابات الرئاسية عن موعدها الدستوري. تبين أن لقاءات التيار الوطني الحر مع أحزاب للبحث في موضوع فصل العمل التشريعي عن العمل السياسي ليست مجدية. وبختم صحيفة النهار مع قلم أوكتافيا نصر ومقال بعنوان معنى الحرية. في عناوين صحيفة السفير: دولة الفضائح، الكل يتهم الكل ولا محاسبة، سليمان لا لتعويم الحكومة المستقيلة. عين القلق بين معركة القلمون وتسوية جنيف، المؤتمر المهدد باستقالة الإبراهيمي أو الانعقاد بمن حضر. مواجهات أمام جامعة الأزهر ومقتل قيادي جهادي في سيناء، مصر مرشد الإخوان خلف قضبان المحكمة. جرود عرسال فالتة من أي سيطرة، مدارس النازحين من 60 إلى 87. الزواج في زمن الحرب بين حلب الشرقية والغربية، وختاما اتفاق بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الحياة: قمة الكويت تؤجل الاتحاد، المجلس الأعلى لإقرار الملفات الاقتصادية والتنظيمية والقضايا الشائكة إلى اجتماع في الرياض. الأمير سلمان وهيجل يبحثان في التعاون وقضايا المنطقة. مصر بديع يتبرأ من العنف وطلاب الإخوان يشعلونه. الجربة يتحدث أمام وزراء خارجية مجلس التعاون، وصبر يخشى أن يدفع السوريون ثمن الاتفاق النووي، النظام يسيطر على طريق دمشق حمص والائتلاف يتهمه بتشكيل فرق موت. معاهدة استراتيجية إيرانية أفغانية تستوعب تداعيات الانسحاب الأمريكي. إيران والدول الست تناقش تنفيذ اتفاق جنيف، وأمريكا تتكل على التحقق لا الثقة. وختاما بالأخبار اللبنانية، بعدما اعتبر شورى الدولة أن ملف النفط ليس مشمولا بتصريف الأعمال لبنان، سليمان لا يرى مبررا لاستعجال انعقاد مجلس الوزراء. جولتنا بتتابع مع المستقبل: عاصفة تصريف الأعمال تهب قبل أليكسا، سليمان لا يرى مبررا لعقد جلسة للحكومة ويجدد رفضه اتهام السعودية. الدين العام يرتفع 5.8 مليارات دولار خلال سنة. وبصورة الرئيسية، نازحون يرصفون الممرات بين الخيام منعا لتحولها إلى مستنقعات. وعم نشوف طبعا الحالة المأساوية اللي عم بيعيشوا فيها اللاجئين السوريين، للأسف على أمل تتحسن أوضاعهم طبعا. بعناوين أخرى بالمستقبل: قمة خليجية مختلفة في الكويت، التعاون في مواجهة عاصفة الاتفاق الغربي الإيراني. ولي العهد السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي. فرنسا تشكك في نتائج سريعة لجنيف 2 والجربة إلى روسيا. 1000 يوم على الثورة، مجزرة مروعة في النوبوك. اغتيال شعب وثورة ومقاومة. الخياط الطائفي الفاشل. وأيضا ضمن تحقيقات المستقبل: هل يقفل الاتفاق النووي أنفاق الواجب الجهادي؟ وختاما: شقيق هاشم السلمان، السفارة الإيرانية أمرت باغتياله. من المستقبل إلى الأنوار مع صورتين رئيسيتين، الأولى للصفدي وأخرى للعريضي، طبعا محافظ الألقاب. وبالعنوان الرئيسي: اتهامات متبادلة بين الصفدي والعريضي، وسليمان يعارض اجتماع الحكومة. قذائف على وسط دمشق واستمرار الغارات على حلب. منظمة دولية تتوقع تأخر تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. بقلم المحلل السياسي: أيها المرشحون للرئاسة استعدوا، فالعد العكسي سيبدأ قريبا. طلاب الإخوان يشعلون حرائق بجامعة الأزهر، القوات المصرية تهاجم مسلحين في سيناء. 15 قتيلا باحتراق صهريج بنزين في مصر. صنعاء تشيع شهداء الاعتداء الانتحاري على وزارة الدفاع. طهران: الاتفاق النووي سيلغى إذا فرض الكونغرس عقوبات.
وبختم مع قلم رفيق خوري ومقالته اليوم بعنوان رئيس أم انضمام الجمهورية إلى تماثيل الرؤساء. من بعد الأنوار اللواء وعناوين أليكسا سياسية تهدد بانقطاع الكهرباء وكوارث بشرية، سليمان للإسراع بتشكيل الحكومة ولا ضرورة لجلسة لمجلس الوزراء المستقيل، الحرية تهم عون بإرسال 3 مجموعات مسلحة لدعم النظام والأخير ينفي. إدارة الكوارث تستنفر لمواجهة أليكسا، أبو فعور يحذر من فيضانات تجرف خيام النازحين. اتهامات من العيار الثقيل بين الصفد والعريض. واشنطن ترفض صفقة مع الأسد، لا بقاء بذريعة محاربة القاعدة، عشرات الجثث في النوبك والجربة يقبل دعوة لزيارة موسكو. الأمير سلمان يبحث وهيجل تعزيز التعاون والتطورات بالمنطقة. انطلاق قمة الكويت الخليجية اليوم ومسألة الاتحاد خارج جدول الأعمال. وأيضا في اللواء بديع أمام القضاء للمرة الأولى وتأجيل محاكمته، مواجهات بين طلاب الأزهر وقوات الأمن. وختاما في اللواء لليوم الاجتماعات تتكثف لمواجهة العاصفة والمواطنون قلقون. نتابع جولتنا مع عناوين البلد بعنوان الرئيس اليوم سليمان يبشر برئيس جديد وعون يشترط التوافق على حكومة. ما حكاية شبيحة عون في سوريا؟ أليكسا عاصفة كانونية ليست الأقوى، طرابلس المأزومة تكتسحها جحافل المتسولين. ظريف سنلغي الاتفاق إذا أقر الكونغرس عقوبات. العالم يستعد لوداع مانديلا. وبختم مع الصورة الرئيسية واللي بعنوان وفي اليوم الألف، مع دخول النزاع السوري يوم الألف حقق النظام مزيدا من التقدم أمس في القلمون بحسم النبك كما يظهر في الصورة. وفيما طالبت دمشق مجلس الأمن الدولي بإجراءات فورية ضد السعودية لدعمها الفكر التكفيري، استبعدت فرنسا أن يحقق مؤتمر جنيف المرتقب نتائج سريعة على صعيد حل الأزمة بحسب ما كتبت البلد تعليقا على الصورة. بالديلي ستار اليوم غسيل الحكومة الوسخ يفيض بعض الفيضانات، الوزراء يتبادلون الاتهامات الساخنة، ولبنان يستعد لأكبر عاصفة ثلجية. أيضا في الديلي ستار نزاع بين سليمان وميقاتي حول جلسة مجلس الوزراء. النظام يستولي على بلدة سورية بينما ضحايا الاشتباكات تصل إلى 1000 قتيل يوميا. نتابع جولتنا من بعد لوريان لوجور، من بعد ديلي ستار مع لوريان لوجور. وفي عناوين اليوم بين العريض والصفد حوار دنيء، عون لا تجديد لا تأجيل ولا فراغ. وختاما العاصفة والكهرباء مشاكل مرتقبة. في عناوين صحيفة الشرق العاصفة تستنفر لبنان، قمة مجلس التعاون اليوم والرياض تؤكد على نجاحها. سليمان ميقاتي لم يشاورني في قراره عقد مجلس للوزراء استثنائيا. وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي القمة وإيران. جائزة أهم كتاب عربي لنادر سراج، طبعا بنقول مبروك لدكتور نادر سراج. وإذا فينا ننزل بالصورة بنشوفه مجتمعا مع الأمير خالد الفيصل يلي سلموا جائزة أهم كتاب عربي لهيدا العام. انفجار الأزمة بين العريض والصفد، التنسيق تعلق الإضراب. الأزهر رسميا إسقاط عضوية القرضاوي. أوباما أول رئيس يعترف بالمنطقة 51. 76% هولاند ضعيف. وبالأخبار الرياضية، هل تعقد جمعية السلة وسط عجقة المرشحين؟ وبختم مع صورة رئيسية، السعودية تريد ضمانات لحكم سوري انتقالي. من بعد الشرق الشرق الأوسط، سلام أنا أمام خيارين مرين. رئيس الوزراء اللبناني المكلف للشرق الأوسط على إيران عدم إخلال التوازن مع العرب. تأجيل محاكمة بديع واعتقال 58 طالبا بعد اشتباكات مع الأمن. مصر تراجع قرارات عفوي مرسي. مصادر أوروبية، عقدة جنيف 2 لا تزال روسية حول مصير الأسد. النظام يفتح طريق حمص أمام الكيماوي. نتابع مع الأخبار ويلي كتبت بعنوان الرئيس اليوم لا حياة لحكومة ميقاتي. القمة الخليجية اليوم تضللها انقسامات، بوادر تمرد على السعودية. حوار النصرة والدولة مع جيش الإسلام، اتفاق على ما بعد الأسد. السندريلا تواجه الإسلامويون في دبي، وديانا الأيقونة أميرة خائنة. ختاما بصحيفة الأخبار، لافروف في طهران اليوم وتل أبيب ترى السفارات الإيرانية قواعد للإرهاب.
بنختم جولتنا السياسية مع محطة أخيرة وعناوين الجمهورية. حزب الله سليمان يسعى للتمديد، سقوط التعويم وعاصفة اتهامات بين الصفدي والعريضي، والتيار يواصل هجومه على ميقاته. الصفدي والعريضي يتبادلان الاتهامات بالسرقة والإهمال. ما الذي يعوق مسيرة اندماج مجلس التعاون الخليجي؟ وبختم مع صورة رئيسية لمواطن لبناني عم يستعد للعاصفة بتجميع الحطب أمام منزله استعدادا لصقيع أليكسا. مع هالصورة نوصل إلى ختام جولتنا على العناوين السياسية بالصحف. فاصل إعلاني ومن بعده متابع أخبار صباح، خليكم معنا. جولتنا الثقافية بنبلش مع احتفالية بيروت ترنم، واليوم الموعد مع عازفة البيانو تاتيانا بريماك خوري اللي بتقدم تحية للمؤلفين اللبنانيين. الموعد رح بيكون بتمام الساعة 8 بكنيسة مار لويس للأباء الكابوشيين بوسط بيروت. معرض الكتاب العربي مستمر مع فعالياته الكتيرة، واليوم طبعا بإضافة لمجموعة من تواقيع الكتب رح بيكون في حفل موسيقي بعنوان من الأندلس إلى أندلسية القرون الوسطى، والحفل الموسيقي بتمام الساعة 7:30 المساء. نادي لكل الناس بقدم معرض تحية للمخرج اللبناني مارون بغدادي بعنوان أيام مارون بغدادي السينمائية بمناسبة مرور 20 سنة على وفاته، وخلال هالعام كنا مع نشاطات كثيرة كلها صبت بهذا الإطار. هالمعرض يفتتح اليوم بقصر اليونسكو وبيستمر لغاية 12 شهر. الافتتاح اليوم رح بيكون بتمام الساعة 6 بعد الظهر. وبهالمناسبة كمان مدرسة الليسي فرانكو ليباني بتكرم المخرج بغدادي بمعرض صور يفتتح ب 16 شهر و 18 الشهر. الموعد رح بيكون مع عرض فيلم همسات على الساعة 1:30 بحضور أصدقاء مارون بغدادي. إشاعات عنوان العمل المسرحي الجديد اللي رح تشهد خشبة مسرح جولبنكيان بالجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت. هالمسرحية من أعداد وإخراج لينا خوري، وهي مقتبسة عن مسرحية رومرز لنيل سايمونز وترجمة الدكتور أحمد عويني. العروض بتنطلق ب 11 كانون الأول على مدى 8 أيام متتالية، أي لغاية 18 شهر على الساعة 8:30 المساء. ومثل ما ذكرنا بالمقدمة الممثل عبد الرحمن عواجي اليوم رح بيكون ضيفنا نحكي أكثر عن هالمسرحية. من المسرح إلى مترو المدينة، ورائد الخزن تريو يلي رح يعطونا موعد مساء اليوم، وسهرة الجاز بامتياز مع رائد الخزن خالد عمران وباولو أورلاندي. الموعد بتمام الساعة 9:30 المساء. الأديبة إيميلي نصر الله والشاعر محمد علي شمس الدين بيقدموا ندوة أدبية بديرة رئيس المركز الثقافي البلدي بيزو مكايل أنطوان سليمي نهار الخميس 12 الشهر على الساعة 6 المساء بقاعة محاضرات القصر البلدي بيزو مكايل. الواوية عمل مسرحي ما زال مستمر عرضه على خشبة مسرح المدينة. هالعمل من إخراج ناجي الصراطي وتمثيل نضال الأشقر، خالد العبدالله، عبد قبيسي وعلي الحوت. والعروض مستمرة لغاية 17 كانون الأول بتمام الساعة 9 المساء. معرض تحية للفنان التشكيلي بول جيراغوسيان بالبيروت اكزيبيشن سنتر. المعرض بيستمر لغاية 6 كانون الثاني، وهو بمناسبة مرور 20 سنة على وفاة الفنان بول جيراغوسيان. الفن التشكيلي بنرجع مره جديده الى المسرح وتحديدا مسرح مونو يلي بقدم عمل مسرحي بعنوان كعب عالي من اخراج جاك مارون، تمثيل طلال جردي، عمار شلق، ريتا حايك و نسرين أبي سمرة. العروض مستمرة لغاية 19 كانون الثاني، وهي عم تكون خميس جمعة سبت وأحد على الساعة 8:30 المساء.
كارول سماحة رجعت مرة جديدة على خشبة المسرح، ولكن هالمرة بعرض مميز، عرض راقص وهو الأول من نوعه، عرض غنائي راقص هو الأول من نوعه بالعالم العربي، وأكثر من 20 رائس رح بيشاركوا كارول سماحة. فإذا عرض السيدة يلي رح بتقدم من خلاله أغانيها المعروفة ولكن بتوزيع جديد، التوزيع بتوقيع ميشيل فاضل، أما تصميم الرقص فهو من توقيع كلاوديو بيرتوليني وسامي خوري، والإخراج لاتوني أهوجي. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا الثقافية، نرجع ننتقل هلا عن جوال لناخذ فكرة أكثر عن حال السير ليوم الثلاثاء. نعمل جولة عبر لا ما في جولة عبر الكاميرا، بنعمل جولة مع المعاون أول محمد ظاهر من غرفة التحكم للمرور ببيروت على طرقات لبنان لنعرف وين في عجقة. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ يعطيكم العافية. نحن خلال حديثنا رح يقطعوا المشاهد من خلال الكاميرات، يلا تفضل. صحيح، يعني مثل كل يوم صباحيا بين أن حركة سير ناشطة على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية وكذلك المدخل الشرقي من الصياد. نعم، بنبلش عندنا مدخل بيروت الجنوبي حركة سير ناشطة من خلدة باتجاه أنفاق المطار، عندنا تعطل صهريج قبل أنفاق المطار عامل شوية ضغط سير، بس عم يتعالج تقريبا شي ربع ساعة إن شاء الله بيتعالج وبينزل من المكان. نعم. كذلك عندنا تحول السير كله أغلبية السيارات باتجاه الوزاعي، عامل ضغط سير شوي باتجاه الوزاعي. نعم. المدخل الشرقي عندنا حركة سير ناشطة من بسوس نزولا باتجاه الصياد دون أي عوائق. مدخل بيروت الشمالي حركة سير ناشطة من الكازينو بتكمل عندنا حركة سير ناشطة حتى نفق نهر الكلب، ببلش عندنا حركة سير كثيفة من الأبي سي باتجاه انطليات جل الديب مرورا بنهر الموت حتى الدورة الكارنتينا. نعم. بوليفار سن الفيل عندنا حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الإشارات. المستديرات بشكل عام عندنا حركة سير طبيعية ما في أي عوائق يعني. نعم. عندنا شوية حركة سير كثيفة من إشارة السيدي باتجاه جسر الواطي والمسلك المقابل من جسر الواطي باتجاه إشارة السيدي. نعم، كأنه الحركة نوعا ما مسهلة اليوم أكثر من غير أيام، رغم صحيح. أنه عادة ثلاثة بتكون عجقة. الحمد لله يعني حركة سير طبيعية منيحة يعني. بركي خوفا من العاصفة برأيك؟ إيه يعني ممكن، في ناس كثير مفضلة من الصبح إنه تضلها يعني بيوتها كرمال العاصفة. نعم، في أي كذلك عفوا بالنسبه لبيروت عندنا مبدئيا بعد عندنا حركه سير ناشطه من البربير باتجاه كورنيش المزرعه وعمر بيهم باتجاه بشار الخوري باتجاه العمليه بشار الخوري، عندنا حركه سير كثيفه. نعم، بس سريعا سريعا استاذ محمد، في اي اجراءات عم تتخذوها اليوم احتياطا لوصول العاصفه؟ ونعرف انه رح تتسقط امطار بكميات كبيره. بالنسبه لقوى الامن يعني هي على اتم الاستعداد للتدخل الفوري والمساعده المواطنين بكافه الوسائل المتوفره في المناطق المقطوعه طرقاتها. نعم، تقديم العون عند الحاجه واتخاذ تدابير والاجراءات القانونيه الوقائيه من التي من شأنها تسهيل حركة السير على مختلف الطرقات. نعم، يعطيكم ألف عافية، أكيد نرجع بنحكيكم بكرة بنطمن عنكم وعن أي عوائق عم بتصير على الطرقات وإن شاء الله لا. شكرا لك المعاون أول محمد ظاهر، بريك علينا جديد، نرجع نتابع أخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. التراجع عن الخطأ فضيلة، ولكن بين أعلام الحزب وقيادته المسلحة وحدة حال وموقف ومصير. سياسة الكيل بكيلين سقطت وإن حاول الجناح العسكري التنصل من مواقف الفريق الإعلامي. الحزب وعن لسان المجموعة اللبنانية للإعلام أي المنار وإذاعة النور اعتذر من حكومة البحرين لعدم الموضوعية. فالحزب الملحق بالجمهورية الإسلامية فرضت عليه التسوية الإيرانية الخليجية. اليوم البحرين وغدا سوريا وبيان المظلومية المنتظر، اعتذار من سوريا وشعبه وشهدائه. قرب عيد الميلاد واكتملت التحضيرات لاستقبال المولود الجديد، والقلوب امتلأت بالرجاء، فالميلاد رمز الأمل والتجدد. ولكن حركة الأسواق يلي عادة تشهد زحمة ناس اختلف فيها المشهد هالسنة، فالوضع الأمني وأزمة طرابلس والضائقة الاقتصادية انعكست شلل بالحركة التجارية، ورغم التنزيلات والعروضات بشارع الحمراء إلا أنه حركة العيد بعد خجولة. بلا
عشقة بلا زمامير، وبكل سهولة فيك توصل إلى شارع الحمراء، حتى بتفتكر للحظة إنه اليوم يوم عطلة. فمع بداية شهر الأعياد تغيرت ملامح الشارع على رواده، وحركة المارة مثل حركة السيارات، حركة بلا بركة. الحركة ما يتمنو، ما في أجر غريبي بالبلد، في شوية سوريين، والسوريين شحادين عايفين حالهم أمر منه، عم نعين الأمرين مش عارفين نطلع قصة السيارة. ننطر لتفوت زبونة أمرار ساعتين، ما بتفوت بنت يعني بدها تشتري شيء، بعدين بدنا نسكر ونروح على البيت. هيك الهيئة يعني، العالم كلها فزعانة وفي جمود مظبوط، ومتخوف العالم من حرب أهلية يعني. ايه حاطط تصفية، لأنه كنت فاتح وقت اللي كانت الدنيا منيحة، وقت اللي كانت الحمرة حمرة، هلا صارت غير لون، ما معروف شو لونها. ما بتسوى، ما في حدا، فاضي البلد، شايف تطلع صور الشارع اكثر ما تصورينا. ليش بدي صور الشارع؟ لانه فاضي. الحركه بالحمره مثل ما انك شايفه، مثل وضع البلد، بلد الى مزيد من التراجع. اي حركه منهم سواح ما في، والشارع حمره مليان شحادين، في ركود اقتصادي ميت. بيروت النابض، شارع الثقافة، شارع يلي عاش الحقب الذهبية واختزن ذكريات اللبنانيين والسواح. الوضع اليوم بيختلف، فأصحاب المحلات يلي بتنطر الأعياد وحركة السواح واقفة على أبواب محلاتها بانتظار الفرج. قالوا كيف حال ولادك؟ قالوا يحن قدامك. بين الحركة، إذا ما في غريب الحمرة وفردان وداون تاون ما بيشتغلوا. عيد وشهر أعياد كانوا يجينا على الأقل، على الأقل نص مليون خليجي على الأقل، هلا ما حيجي حدا. مبيني يعني بلد كانت منيحة، في شغل، كانت أيام رفيل حريري، مات رفيل حريري ورحت البلد معه. السواح وهنية وهنية في هذا من العراق، عشو بدهم يجوا؟ ما بدوا لا السعودية ولا الكويتية ولا حدا، ما بدهم حدا، بيقتلوا. ما في سواح أبدا، صفر، واللبنانية تحت الصفر. يعني أحداث سوريا كتير أثرت علينا، خليجية أبدا، صرنا يمكن شي سنتين ما شايفين زبون خليجي كويتي، الدول العرب كلياتها أبدا أبدا. ليه؟ لأن الوضع كتير منيح والحالة كتير منيحة، ومن هيك معبى البلد أجانب وعرب وكله يعني لبنانية وغيره. وبعد ساعة ونصف من التجول بشارع الحمراء، إليكم حصيلة السواح بلبنان. نحن جايين من الشام خصوصي، هلأ جايين خصوصي نشتري مشان عيد الميلاد ورأس السنة، بس في غلا كتير، غلا في مجال هيك شو هبطوا بالأسعار شوي ولا صعب. تلاقيت بسواح سياح؟ ما في سياحة، مدري ليش، شو السبب. هلأ جايين من الشام لهون، ما في شيء يعني، جد كتير حلوة الحمراء، نية عالكون، احلى من عنا كثير، صارت امان وامن وكله تمام. وعديك يعني شو عم بيصير بطرابلس وشو عم بيصير تفجيرات، ساعة بعين الحلوة، ساعة بطرابلس، ساعة يعني الناس تعبت، هلكت يعني، كفرت. على القليل يعملوا حكومة لينقذوا الاقتصاد الوطني، ما حنقول الوضع السياسي لانه بحياتهم ما حيخلصوا بالوضع السياسي. دائما الواحد يعمل شيء، مش نضلنا نقعد ونتفرج ونقول هذا. لبنان عايش على السياحة، اذا ما في سياحة يعني ما في شغل بالبلد، كنا بامان. لبنان بلا سياحة ما بيعيش عمله، نحن هذا بلد معنا انتاج غير السياحة، عم يحاربوا فاضيين عرب، هذا عن لبنان، اللي بيحب لبنان بيبكي دم عليه عمله، بدل ما يحاربوا يعملوا سياحة يعيشوا الشعب، المحليات قاعدة ما عم تستفتك، الولاد عنده أربع خمس شغيلة، حرام حرام نخرب بلدنا، هذا إلنا البلد مش للغريب. تابع حلقتنا. قبل فترة الأعياد بتكتر النشاطات الميلادية بكل المناطق اللبنانية. اليوم المحطة من الباترون يلي بتشهد سنويا على معرض بيجمع أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ضمن إطار ميلادي بامتياز. تقرير.
بجو من الفرح والمحبة تنتقل روح الأعياد لكل واحد منا، وبيبقى للميلاد محطة بمعظم المناطق اللبنانية، واليوم محطتنا بمنطقة البترون اللي اعتادت كل سنة قبل الميلاد بإقامة معرض لمدة يومين. تضمن هالمعرض عرض منتوجات زراعية شارك بتحضيرها نساء من البترون. هيدا معرض بيصير سنوي، اهتمامنا هو بالمزارعين تبع منطقة البترون والبترون مشان تضلوا بأرضهم. بقى الفكرة كانت السنة انه تكون الكادو هي صندوق تلمونة. الفكرة حلوة لانه بتجمع كل المنتجين لعدة منتجات لبنانية، من المونة ومن الاشياء الارتيزانال والمبيد كمان. بنعمل مبيد بيشتركوا معنا كل المنطقة تيجوا يدوه. هالمناسبة طبيعتها جمع الناس، دعوتهم لتجاوز الانقسامات بيناتهم. أجواء ميلادية حلوة وبتحس الناس إنه مبسوطة وفي نشاط وفي محبة. من مناطق متعددة إلى البترون توافد الزائرين اللي جمعتهم روح الميلاد، وإذا كان هناك أمنية بتجمع الشعب اللبناني فبيبقى السلام هو عنوان هالأمنية. إن شاء الله بينعاد على الكل، نتمنى للبنان كمان عيشة حلوة. بهالعيد بتمنى السلام للبنانيين. يرجع يتفتح، يرجع منارة، يرجع مزهرية، كل إنسان يرجع بلده وتروق الحال بلبنان مشان بس هالأطفال يعيدوا. بتمنى السلام السلام السلام. بتمنى بالعيد إنه يروق البلد وكلهم يجتمعوا اللبنانية ويصيروا حبايب وحش بقى كل واحد باله بالتاني. يا ريت يبعدوا عن هالسياسة وعن أجواء السياسة كلها، وإن شاء الله ولادة المسيح تكون ولادة السلام والمحبة بلبنان. من البترون بننتقل هلأ إلى أستراليا، وتحديداً إلى شاطئ اجتمعوا فيه الكبار والصغار. ليش؟ خلينا نشوف السبب بهالتقرير. صغار جمعوا على الشط بخليج كاربنتاريا بأستراليا. ما في غريق ولا خطر، بل على العكس، هالمجموعة موجودين ليساعدوا السلاحف المائية. مرتين بالسنة هالشاطئ بيتحول لمركز ولادات للسلاحف. من أصل 1000 بيضة، سلحفات وحدة فقط بتعيش لسن متقدم. أسباب موت السلاحف المائية حول العالم عديدة، منها التوسع العمراني على الشواطئ وتلوث المياه والأسماك الشرسة. على اليابسة بكاربنتاريا الكل اجتمعوا على الهدف نفسه، مساعدة السلاحف وصغارة. قبل ما نتوقف مع بريك اعلاني ونرجع من بعده الى الاخبار الثقافيه، كلمه اليوم محطه ثابته بحلقتنا، من بعد اذن فاصل ونرجع نتابع. يا عمي هالبلد اذا مشينا معها مش مخلصين، اذا مشينا معها مش مخلصين. ومن شو بدنا نعمل؟ مع مين بدنا نمشي لحتى نقدر نعيش بهالبلد؟ اني لشو؟ مش ماشي رحمة الجوع.
مثل ما سمحنا محمد الجوع وانا عم نشتغل. هاي بلد ما خربوها الزعمة، الله يخرب اعمارهم. لو بدي سافر بعد، انا بدي سافر عمري 60 سنة، لك شو بدي سافر؟ شحاري شحرني، كان معي حق غدا بالاول سافر. لو بدي سافر من ورا الزعمة، من ورا حكامنا، هن اساس مشكلة البلد، الله لا يوفقهم واحد واحد. هن اساس خراب البلد. عم نشتغل ب 10000 15000 بناكل فيها. انت ما صلح السيارة من داعي لنصلحها، شو بدي صمم؟ شو بدي صمم؟ عم شو خص النساء؟ وضع البلد ما بيسوى يا عم، البلد ما بتسوى، البلد مش إلنا. وهذا اللي عم بيصير، راحة البلد تنعد عليك. كلمة اليوم كلمة اليوم راحة البلد. باي باي يا حلوين. بوقت عم نشهد فيه على تطور تكنولوجي وتواصل الكتروني بطال كافه المجالات، كان مؤتمر سنوي من تنظيم مؤسسه ميش الضياء، مؤتمر متخصص بشؤون وسائل التواصل الاجتماعي وحريه التعبير يلي حمل عنوان لهالسنه تواصل الادمغه الحره. تفاصيل اكثر عن هالمؤتمر منتبعها سوا بهالتقرير. عصر التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من الفيسبوك لتويتر انستغرام واتساب وغيرهم، أصبح الإعلام بمتداول الجميع، فأصبح للإنترنت دور مهم بخلق وسائل للإعلام الجديدة وتعزيز الشفافية والمساءلة وحرية التعبير وتوسيع أفاق المعلومات والمعرفة. سبب لدفع مؤسسة ميش الضياء وبرعاية وزير الاقتصاد والتجارة نقولة نحاس وبالشراكة مع مؤسسة فريدريتش آيبرت بتنظيم مؤتمرها السنوي المتخصص بشؤون وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير اللي حمل عنوان تواصل الأدمغة الحرة. وهذا ثالث كونفرنس، هو بلشنا السنة الماضية بالاف اس اس ام فري سبيتش اند سوشيال ميديا، وهيدا السنة سميناه بشكل ليبل تبعوله يكون هيك موسع أكثر، فري كونكتد مايندز، يلي بيتعطى وسعنا فكرة الفري سبيتش اند سوشيال ميديا لتكون موسعة بشكل أكبر، بمعنى إنه بتتعاطى مع الفريدم، بتتعاطى مع المايندز الأدمغة والكونكتيفيتي. حتى نفرجي إنه الوسائل الجديدة يلي هلا موجودة مش بس عم بيستعملوها المعارضة أو الشعب، كمان عم بيستعملها النظام ضد شعبه. تعرفت على مؤسسة ميش الضياء من هيديك السنة إذا ما كنت غلطانة، ومن أول لقاء حسيت في جدية بالتعاطي مع مواضيع كتير أنية. مؤسسة ميش الضياء هي مؤسسة موضوعة مهم كتير وبحاجة له نحن بلبنان، خاصة بمنطقة فيها هيك تفاعل كتير ب الصناعة الإعلامية. قدم مشروعين من قبل حتى بقلب الحكومة، وهيدا موضوع كمان أساسي رفعته اليوم، وأنا بتمنى أنكم أنتم بالتلفزيونات تساعدونا. ما في رأي عام بأوتيل الفينيسيا ضمن المؤتمر ثلاث فصول رئيسية محورت حول التواصل والحرية الفكرية والقيادة، ابتلاء من مناقشة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتواصل الاجتماعي. أما الجزء الثاني من المؤتمر فصلت الضوء على شخصيات فكرية رفيعة المقام، والفصل الثالث ركز على مفهوم الحرية باستخدام الإنترنت وضمان الأمن والخصوصية فيه. Well, I think the importance of the subject is that technology is advancing with lightning speed, but it seems sometimes that society and political discussion doesn't follow with the same speed and intensity. الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه وأنا عم بشرفني يكون panelist فيه هو موضوع كمية الانفورميشن صار عنده وصول إلى الإنسان. هل هالشيء شيء إيجابي ولا شيء يمكن مش إيجابي؟ أنا برأيي كتير إيجابي. يعني هناك انفجار أو ازدياد تفاقم في وسائل التواصل الاجتماعي نراها، ومن المهم جدا أن نرى ما هو تأثير هذه الوسائل الحديثة الجديدة وتأثير ذلك على تطور البزنس، تطور العمل وتطور التواصل والحرية التعبير وهالكم الكبير الغنى اللي موجود بالمعلومات، وأيضا بنوعية المعلومات وسهولة الوصول إلى هذه المعلومات. مؤتمر تواصل الأدمغة الحرة
بنسخته السنوية الثانية لعقدته مؤسسة ميش الضياء، ركز على أهمية وسائل الإعلام الجديدة وتأثيرهم على التوجهات الفكرية بأبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم الدكتور عماد سلامة. أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك مدرس جامعي بجامعة اللبنانية الأمريكية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتحت هالإطار عم نحكي اليوم عن كتابك الجديد، هو أول إصدار لك بعنوان The Government and Politics of Lebanon، واللي هي موضوع ما بعرف معقد ليش اخترت هالموضوع بكل الأحوال. يعطيك العافية. هيدا الكتاب رح يتم توقيعه بكرة ضمن معرض الكتاب الدولي ببيروت بالبيال. يعني من عنوانه مفروض نعرف عن شو بيحكي الكتاب. ايه، هيدا الكتاب هو ملخص ومدخل للسياسي اللبناني والحكم في لبنان، وهو نوع جديد من الكتب، يعني نزله اليوم لنعطيه للقارئ اللبناني بحيث انه يستطيع معرفة كيف الدولة في لبنان تعمل وكيف السياسي تتطور، وخاصة هذا الكتاب يركز على موضوع الطائفية السياسية في لبنان، منشأها وتطورها عبر مراحل تاريخية مختلفة من تاريخ لبنان، وكيف عبرت عن حالة هذه الحركة السياسية الطائفية السياسية في لبنان ضمن نظام ودولة. نعم. ولذلك يعني نحن عادة ما نجد أفكار حول هذا الموضوع وانتقادات كثيرة من الطائفية. طبعا احنا بالعربي السياسية. صراحة ما عم نفهمها كيف بالانجليزي. يمكن هذا مخرج، ما بعرف، لانه انا عم جرب اعطي نظرة اكاديمية مش نظرة حزبية او طائفية او نظرة يمكن محلل سياسي. نعم، فيها كثير من المنهجية العلمية. لذلك مثلا تعتمد بعض النتائج اللي بطرحها بهذا الكتاب على رأي العام، يعني نتائج او حلول، في نوع من الحلول. يعني انا بطرح بعض الحلول اللي ممكن تكون مدخل لإصلاح النظام في لبنان والدولة في لبنان الطائفية كما تعرفون. وانا اساسا اعتقد انه في هناك يعني امل في اصلاح النظام السياسي في لبنان رغم كل الشوائب الموجوده فيه. واعتقد كمان انه يعني امرار نحن بنظلم النظام السياسي في لبنان، مش لانه هو غلط، الحقيقه نحن موجودين في منطقه مشتعله، وهيدي المنطقه عاده ما تؤثر علينا وبتجعل من الصعب جدا على الدولة وتركيبتها في لبنان انها تعمل بشكل طبيعي. لذلك انا بقول لا، في نحن عنا قدرة انه نغير في هذا النظام، نجعله نظام يعمل لمصلحة اللبنانيين وما يفوتهم بكوارث وبمشاكل، كما يعني عادة نحن نفكر انه كله الحق على الدولة. لا، هو مش كله الحق على الدولة، الدولة مش كليا غلط، يمكن الظروف يلي نحن موجودين فيها بدها تأثر يمكن على الدولة ونظام الدولة وغيرها من ال. أكيد، يعني نحن عايشين بظروف كتير صعبة ووجودنا مرتبط بمشاكل إقليمية كبيرة، وهيدي المشاكل عادة ما تنعكس علينا. لذلك نعم. أنا عم بقول أنه هناك أمل للدولة اللبنانية من إصلاحها، وأنا بعطي بعض الأمور مثلا في عملية إصلاح النظام الانتخابي في لبنان. نعم. كيف ممكن أنه نطرح بعض الحلول بحيث أنه ما يكون الموضوع الانتخابي موضوع انقسام لبنان. صح. بعض الأمور الأخرى مثلا في اتفاق الطائف يطرح موضوع إنهاء الطائفية السياسية في لبنان، وكلنا نعرف انه هذا الموضوع كثير موضوع شائك وفي متشعب ومنقسم عليه رجال السياسه. بكره رح يجوا على التوقيع بركي بيقروا يعني هالحلول اللي عم تطرحها. وجهت دعاوي لسياسيين ودبلوماسيين ووعدوا انهم يحضروا. وكمان اذا وجهت دعاوي كافي بس بدك محكمه وجهت دعوات. وجربت قد ما في انه كل الوجهات السياسيه تكون موجوده بحفل التوقيع غدا. دكتور، عن أي حقبة من الحكومات اللبنانية عم نحكي؟ عن هالحقبة من أي تاريخ لأي تاريخ محدد؟ أنا سعيد أنك سألت هذا السؤال، لأنه وأنا ذكرت في عدة مقابلات سابقة أنه الطالب اللبناني بالمدارس الرسمية ما بإيده تاريخ لبنان لبناني حديث موحد. طبعا تتفقوا عليه. أي
وانا ان شاء الله تكون حطيت حل بالكتاب، كيف معقول نوصل لحل لهالموضوع؟ ايه هيدا يمكن هيدا مدخل لهيدا الموضوع، يعني اذا بكره السياسيين بيجوا على توقيع على حفل التوقيع وبلاقوا انه ضمن النقاش انه ولا في اتفاق، ممكن انه نبلش نطرح بالمدارس، يعني اكيد هذا موضوع صعب شوي. لكن هيدا مدخل انا بقول، وضروري انه يكون عندنا شيء موحد. يعني اذا عم تحكي عن الطائف نعم بالكتاب، يعني مش يعني من اي متى؟ لا انا بهيدا ببلش بستعرض موضوع الطائفيه السياسيه اللبنانيه كنظام سياسي بدا من زمن القائم مقامي وتطور وصل لحد استقاله الرئيس ميقاتي من الحكومه، يعني حديث جدا نعم. هذا نصف الكتاب، يعني اول نصف من الكتاب يستعرض تطور الطائفيه السياسيه تاريخيا وليش تحركت وكيف القوى السياسيه والطائفيه تعاملت بحقبات مختلفه لتغيير النظام السياسي. اما القسم الثاني من الكتاب فتتعامل مع موضوع تركيبه الدوله اللبنانيه بكل اقسامها، نعم، القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه. وبالتالي اللي عم يقرا هذا الكتاب بيقدر يربط بين التاريخ وبين النظام السياسي اللبناني كما هو اليوم. بس مبين انك حكي عنه يمكن بطريقه سهله، لانه الكتاب بحسب ما مبين مش كتير كبير. نعم، يعني كم صفحه الكتاب؟ تقريبا 250 صفحه ويتضمن بلا كتير كبير. غشني بس. هو مكثف فعلا، مكثف. لا عم نشوف حتى يعني الطباعه بتكون بالاحرف الصغيره هلا بس فتحت الكتاب. هلا اللي بيلفت للنظر تنختم انه هو كتاب صادر عن دار نشر انجليزيه دار روتليج، وهو كتاب باللغه الانجليزيه رح توقعه بمعرض الكتاب العربي. نعم نعم، هيدا روتليج هي اهم دور نشر عالمي. يعني هيدا الكتاب من هلا موجود باكثر من 20,000 مكتبي ويعني مكان ببيع كتب. نعم. وبلبنان موجود بكل المكتبات اليوم. وروتليج يعني هذه تعطي الأفضلية للأكاديميين. ما كان في دار نشر لبناني؟ يعني كيف تمت، ليش استغنيت عن اللبناني دار نشر اللبناني لتروح؟ لا أنا ما استغنيت عن دار نشر، هو كونه يعني كتاب باللغة الإنجليزية، وأنا حابب أنه أعرف مش فقط اللبنانيين عن نظام السياسي بالعالم، موجود بكل العالم، خاصة أنه هيدا الكتاب بيعطي فكرة عن النظام التوافقي. وهيدا النظام التوافقي اللي بنسميه بالإنجليزي consociationalism هو موضوع اهتمام عالمي. يعني لبنان اليوم أصبح العالم ودور النشر العالمي. يعني نحن في لبنان مثلا هذا النظام التوافقي اليوم في كتير دول عم فكر فيه أنه كيف ممكن يطبق. يعني تصور إن شاء الله هالكتاب يعطي الحل. دكتور عماد سلامة أهلا وسهلا فيك، منذكر حضرتك مدرس جامعة بالجامعة اللبنانية الأمريكية لمادة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مبروك الكتاب الجديد، التوقيع بكرة ضمن المعرض العربي الدولي للكتاب بالبيال. ابتداء من أي ساعة؟ 7:30 المساء. 7:30 مساء، ثم بعد التوقيع سيكون هناك نقاش حول هذا الكتاب يعرضه الدكتور بول تبر والدكتورة فاديا كيوان. وأيضا هذا النشاط سيكون تحت رعاية الجامعة اللبنانية الأمريكية ورئيسها الدكتور جوزيف جابرا. نعم. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بريك ونرجع نتابع أخبار صباح، خليكم معنا. ومتابعين حلقتنا ومرحب بضيفنا الثاني لليوم الممثل عبد الرحمن العوجي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ كيفك انت؟ ماشي الحال؟ تمام. سلامتك. الله يسلمك، شوي صوتي تعبان فما في ما في كنت تطلبوا مني غني او بس بكره عندك عرض؟ لا ما تعتلم، مش هتغني. شباب الممثل دائما عنده القدره انه وقت العرض يستجمع كل طاقته ويطلع. بس انه معينك بكير الحق عليكم، على فكره انا صوتي كان منيح بس اليوم لانه بكير بدل ما تقلنا فداكم. فداكم تسلموا لي. هو قرب بالعرض المسرحي بكره، عرض بكرة مسرحيه اشاعات الافتتاح على مدى 8 ايام متتاليه على خشبه مسرح جولبنكيان بالجامعه اللبنانيه الامريكيه ببيروت، صح؟ تمام. خبرنا اكثر عن هالعمل اللي هو من توقيع لينا خوري. ايه
هلا ما بعرف اللي بتابعوا شوي بيعرفوا انه بالجامعة اللبنانية الامريكية الايو سنويا عندهم اثنين ميجر برودكشنز هدفهم شوي يعرفوا التلاميذ كيف بيصير العمل المسرحي ومن ميلة تانية انه كمان شوي بيصير في علاقة بين هذا القسم مع المجتمع لانه في عالم بيجوا بيحضروا المسرحية فلينا خوري قررت تاخذ نص كلاسيكي من ناحية كيف مكتوب لنيل سايمون نيل سايمون هو كاتب أمريكي بيعمل بيكتب كوميديا بيكتب فارس والاسم هو ذاته يعني مترجم رومرز هو مثلا نص اسمه رومرز ترجمته إشاعات لأنه ما كتير في إسقاط للواقع اللبناني على النص حافظت على النص مثل ما هو طبعا يعني قصدك انه النص باللغه الاجنبيه بيشبه المجتمع اللبناني يعني بنقدر عشان هيك حافظ هلا اسم هيك قصدك شوي اللي بيصير اللي بيصير بالمسرحيه هو شوي بيشبه اللي نحن هلا تقريبا فيه من ناحيه الاشاعات او كيف القصص كيف القصص بتدور وبتكبر بدنا نحكي شوي عن المسرحية شو أي إشاعات عن شو عم تحكي المسرحية هلا هي المسرحية طبعا هي لأنها معمولة بأمريكا المسرحية بتحكي عن نايب بينتحر أو منفكر إنه انتحر فبيجوا العالم على بيته بيشوفوه مقوص وبتصير تطلع الإشاعات إنه لح انتحر ليش ليش انتحر ليش هيك هذا الشيء لحتى بالأخير نكتشف إنه الأمر تافه جدا إنه ما في أي شيء من اللي عالم صارت تتداوله هلا المسرحية كتير لأنه كتبت بوقتها تنتقد الطبقة البرجوازية فكتير المسرحية محافظة على هيدا الجو يعني ما مين في مين اخذ دور النايب بالمسرحية؟ أنا دور النايب بعمل حال النايب بالأخير بس دوره سري بعد ما حدا بيعرف مين مين الممثل مين اللي اخذ هذا أنا بحل محله شي نايب؟ شي نايب من النواب هن كلهم مختفيين فانه بركي عنده ظهور على خشبه المسرح لا 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 ما بيروحوا على شغلهم اساسا ليش بده يجوا على يمثلوا معنا فانه مين الممثلين يلي كمان رح بيشاركوا بالعمل معك؟ العمل في كثير ممثلين فاسمحي لي اقراهم طبعا حتى ما يبهزلوني تظلم حدا بس اكيد بس هذا هلا في ممثلين محترفين وفي طلاب من الممثلين المحترفين في انا طبعا ثانك يو بكل توقع في إلين جيم في أدون خوري وفي جوزيف زيتوني وسامي حمدان هؤلاء ممثلين محترفين من الطلاب في كريستينا عبيد سينتيا صوما ميرا الأسعد وتانيا صعب تقريبا هن طلاب من الجامعه اللبنانيه الامريكيه الطلاب في من لا في من الجامعه اللبنانيه الامريكيه في من الانديوب بظن في من جامعات مختلفه وحتى في حتى في من غير اختصاص المسرح بس هو وبس وكل اللي عم يشتغلوا وراء الكواليس هن من الطلاب يعني هذا هدف الايه يعني الفرقه الانتاجيه الطاقه الانتاجيه كلها عم بتكون من طلاب الاي يو صح طبعا هذا هدف الميجر برودكشن انه يعود طلاب المسرح على هذا الشيء ويطلع لهم عمل علامات يعني بس انه من مالي ثاني ايه شو بيطلع لهم عم يشتغلوا هيك بيطلع لهم علامات يعني لا مصاري ولا علامات يعني هذه العلامات طيب كيف بيكون الشغل بين ممثلين محترفين وطلاب جداد؟ تعيطوا عليهم وهيك؟ لا ابدا هلا هن شوي بصيروا بيسالونا راينا وبنقوا بس ما قلنا جداد بس لا عم بمزح لا فعليا كيف بيصير العمل معهم؟ هو شوفي حسب يعني هلا اللي معنا بالممثلين اللي معنا بالمسرحيه مزبوط هن طلاب بس هن ممثلين على قدر كبير من الاحتراف فما بتحسي ابدا بهذا الفرق بيناتنا هلا في شويه ملاحظات لانه هن
ما معودين على هيدي على الخشبه او في عنا خبره اكثر. نحن عنا خبره اكثر. هيدي بس هيدي نحن يعني هيدي نحن بنكتشفها، هي ما لنا واضحه للناس يعني. لا لا واضحه للناس بس ما ونحن يعني نحن متواضعين يعني ما لنا شغل مسلم. خلينا نذكر بالعروض، العروض رح تبلش ب 12 شهر 11 العرض بكره الافتتاح بتكفي ب 12 13 14 15 17 و18 كانون الاول 2013 على خشبه مسرح قلبين كيون بالجامعه الامريكيه اللبنانيه. تمام. اهلا وسهلا فيك عبد الرحمن العوجين، نحن بنتمنى لكم التوفيق بالعمل. سلمنا كثير على لينا، وصل وموفقين. شكرا كثير، اهلا فيك. ومتابعين معكم، ونظرا لأهمية الدور يلي بتلعبه الحياة الدراسية عموما والمعلم خصوصا بتنشئة الطلاب يلي بشكله مستقبل الوطن، بننتقل سوا لثانوية الحريري الثانية يلي شهدت على مؤتمر حمل عنوان التجديد التربوي، وهالمؤتمر جمع عدد من المدرسين ومدراء المدارس. تفاصيله منتبع سوا بهالتقرير. لأن التعليم ما عاد مجرد تلقي وتلقين، إنما علاقة تفاعلية بين المعلم والطالب، ودور المعلم محوري بأحداث التغيير وتطوير المناهج التربوية من خلال دمج التكنولوجيا والكمبيوتر بكل المواد التعليمية. نظمت مؤسسة رفيق الحريري برعاية السيدة نازك رفيق الحريري مؤتمر التجديد التربوي عبر تدريب المعلمين. المحاور اللي حيتناول المؤتمر هو بناء شخصية التلميذ، هو إدارة الصف، هو إدماج التكنولوجيا في المناهج، هو تقييم التلامذة، هو إرشاد وتوجيه التلامذة، وهو أيضا عبر التعدد اللغوي. أهم دور المعلم لازم يتقنه هو كيف يسهل عملية التعلم عند التلاميذ نفسه. التلاميذ والأطفال عندهم يعني رغبة داخلية وحب استطلاع داخلي للتعلم والاكتشاف. هالجو هيدا اللي نحن فيه بيأمس الحاجة للثقافة وبيأمس الحاجة لتعليم الجيل الصاعد تنيجي نقول له حطوا على الطريق الصحيح. وكيف بده يتم ذلك غير بتعليم أو أعطاء مزيد من الفرص للمعلمين وتدريبهم. أخصائيين من مختلف القطاعات التربوية والنفسية وباحثين اجتمعوا بثانوية الحرير الثانية للعمل على إعداد وتهيئة المعلمين للتفاعل مع تحديات العصر، إن من خلال المختبرات وتلبية حاجات الطلاب والتخفيف من عبء الفروض المكثفة على الأهل والطلاب، وأخيرا من خلال تقييم الطالب كقيمة فكرية وتنمية شخصيته واستعداداته. في كتير متطلبات للمنهاج، ولقد الأستاذ يقدر يطبق كل هالمتطلبات بالمناهج عم بيكون شوي مضغوط نفسيا وعم بتأثر كمان على الطالب بنفس الوقت. التلاميذ كلها هلأ صارت بتحب الآيباد والإنترنت والكمبيوتر، يعني هلأ صار لازم نتوجه نبعد بقى عن الكتاب، إن الكتاب مش إنه مش مهم، مهم كتير، بس لازم بقى نركز على قصة إنه التواصل العلمي عبر الوسائل الاتصال الجديدة. يعني التلاميذ ساعتها بخف عن عليهم حمل شنطات. تقييم الطالب من أهم المواضيع عنا، عنا كيف إدارة الصف، عنا موضوع كمان تاني كتير مهم يلي هو تعدد اللغات، كيف هالتلميذ بده يتعرض لأكثر من لغة خلال دوامه العادي أو اليومي بالمدرسة. مؤتمر التجديد التربوي استمراري لنهج مؤسسة رفيق الحريري على مكافحة التخلف بالتقدم والجهل بالتعليم واليأس بالتحدي. نتابع حلقتنا ومحطتنا هالمرة من أستراليا اللي شهدت على معرض جمع أبرز الابتكارات التكنولوجية العالية الجودة، رجال آليين، سجاد بيطير، والصانع هن الفئة الشبابية وليس شركات عملاقة. تقرير.
تكنولوجي 100%، لكن الموجود ما صنعته شركات عملاقة مع مليارات الدولارات وبتساعدها شركات تسويق. المعروض صنعوا أشخاص عاديين، إمكانياتهم محدودة لكن أحلامهم كبيرة. بهالمعرض الأسترالي رجال آليين وسجادة بتطير. بالمعرض الطاقات الشبابية اجتمعت ليعرضوا شو بيعرفوا يعملوا ويتعلموا من بعض. المنتجات الموجودة عالية الجودة وبتوعد بمستقبل مهم لكل شخص شارك فيه. وبننتقل هلأ عند زميلتنا رولا كساب حداد واستوديو كلام بيروت لنطلع معها أكثر على محاور حلقة اليوم. رولا صباح الخير. صباح الخير لكم ولضيفي نائب أستاذ فادي الهبر. صباح النور. صباح النور. بونجور أستاذ هبر. بونجور، كيفك؟ كيفك أنت؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضلي رولا. مجموعة من الملفات رح نقشها اليوم مع أستاذ هبر، يمكن أبرزها زيارة رئيس جمال، كنت عم بسأله هلأ قبل شوي للولايات المتحدة هل هي من شان هيك الهدف الأبعد هو الاستحقاق الرئاسي. كمان سؤال رح نتركه للحلقة. كمان بموضوع تاني، السجال يلي مبارح يعني داخل الحكومة، يمكن هو بالمرحلة الأولى نسف موضوع تعويم الحكومة، موقف رئيس الجمهورية. الملفات الثانية، حزب الله قراءته وموقف العماد عون من حزب الله تحديدا، وحديثه عن أنه قد يكون مستهدف شخصيا العماد عون. يعني الوضع الاقتصادي بشكل عام رح احكي مع استاذ هبر، والانتخابات الطالبيه اليوم في شيء جديد عنا بالجامعه اليسوعيه. نعم، بايجاز ابرز المواضيع. نعم، شكرا لك رولا. طبعا ندعي المشاهدين يتابعوا كلام بيروت من بعد ما نختم اخبار صباح، مثل ما بنذكر دائما فضائيا وارضيا مباشره على الهواء. اما الناس والمشاهدين بامريكا بيقدروا يطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت futuretvnetwork.com. نحن بيبقى انه نقول لكم تدفوا منيح اليوم، واذا ما في داعي تطلعوا من البيت ضلكم ببيوتكم احسن. خذوا فرصه بكره. بنشوفكم اكيد بكره بحلقه جديده، بنختم هلا مع اخبار الرياضه. باي باي. تتجه الأنظار يوم السبت لانتخاب اتحاد جديد للعبة كرة السلة اللبنانية. 55 مرشح ل 15 مركز إداري، وهيدا رقم قياسي. شو رأيه رامي فويز عضو الاتحاد المستقيل بهالشي؟ كل المرشحين يلي عم بيكونوا على رئاسة الاتحاد عم بيكونوا من لون سياسي واحد. هلا هو هذا الغرض من هذا الموضوع، يمكن بمحل معين لا يكون في حرق لبيير، بالعكس انا باكد لك كله من نفس السياسه، يعني كله من نفس اللون السياسي، ان كان بيير او استاذ جورج بركات او دكتور روبير، كله من نفس اللون السياسي. فبتخيل هذا الشيء، هذا كمان حجه من الحجج يلي بقوسوا فيها على بيير. هلا بتقلي شغله واحده، يمكن في ملاحظات شوي على بيير كيخيا بالنسبه للعجز المالي يلي تركه وقت الاتحاد، وبنفس الشيء كمان بالنسبه لاستاذ جورج بركات، انه جورج بركات ما كفى المشروع اللي اجى فيه، لما اجى وقفت البطوله، انسحب النادي الرياضي، صار في مشاكل 1-2-3. بقول لك شغله واحده بالنسبه لبيير، لما كان يعني نظرا لعملنا يعني خبرتنا شوي بالتسويق عامه، باكد لك انه ما في منتوج بندفع عليه مصاري اول سنه، من اول سنه انت بتاخذ المردود تبعه. يعني بيير عمل انفستمنت بالمشروع اللي هو الباسكتبول اول سنه، وثاقب الدغري اخر اول سنه طار الاتحاد، سو طبيعي يكون في حط عجز زلمه لانه هي انفستد بهذا البرودكت بعد ما اخذ الريتيرن تبعه. انا بحكي من وجهه نظر تسويقيه لهذا الموضوع، سو انا بقدر اتفهم، بس يمكن غيري ما بيقدر يشوف هالقصص فما بيتفهمها. بالنسبه لجورج بركات، جورج نفس الشيء، جورج كان اوكي كان عم بيستثمر بس مش ماديا بهذا الموضوع، كمان جورج نفس الشيء مشروعه كان يعني وصل لمرحله جورج ما بده يكون اداه بايد حدا، قال لك انا شيء بنسحب، وعشان هيك هو ما اجى بالاتحاد الماضي، لانه صراحه كان بده فريق عمل حر يمشي فيه ولا يدير اللعبه. تتجه الانظار يومي الثلاثاء والاربعاء للمرحله الاخيره من الدور الاول لدوري ابطال اوروبا. بأبرز المباريات، فريق جوفنتوس الإيطالي بيتوجه لتركيا لمواجهة فريق جالاتا سراي، وبيعرف كتير منيح أنه التعادل بخليه يتأهل لدور الثاني برفقة فريق ريال مدريد، بينما الفريق التركي بيتوجب عليه أنه يربح هالمباراة.
مباراة هامشية ما بتأثر أبدا بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بألمانيا، علما أن الفريقين كانوا ضمنوا تأهلهم للدور الثاني. بنفيكا ليتأهل للمباراة النهائية ويلعب على أرضه وبين جمهوره، هذا الشيء مرهون أنه على القليل يتخطى الدور الأول وقت بيستقبل فريق باريس سان جيرمان مع 7 نقاط رصيده، بينما أولمبياكوس اليوناني أيضا مع 7 نقاط راح يخوض مباراة سهلة مع أندرلخت صاحب المركز الأخير. تشيلسي مع 9 نقاط راح يواجه فريق استوا بوخارست وهو ضمن تأهله، بينما البطاقة الثانية راح تبقى بين شالكي وبال. فريق اي سي ميلان اكيد من نفسه انه راح يحقق على الاقل التعادل على ملعب سان سيرو ليتاهل، الى جانب برشلونه وقت بيستضيف فريق اجاكس امستردام، بينما الفريق الهولندي بيتوجب عليه انه يربح المباراه. ابرز المواجهات يلي راح تكون بين نابولي والارسنال، نابولي بيستضيف الارسنال ودورتموند بيلعب مباراه خارج ارضه مع مارسي. فوز دورتموند راح ياهله للدور الثاني من المسابقه. رح يكون بايرن ميونخ الألماني ضمن 7 فرق عم تتنافس على انتزاع كأس العالم للأندية للفوتبول وقت تنطلق المسابقة الأربعة، بس بالواقع أي نتيجة غير فوز بطل أوروبا باللقب رح تكون مفاجأة بالرغم من غياب روبن بسبب الإصابة. وأحرز بايرن الثلاثية استثنائية من الألقاب بالموسم الماضي وقت جمع دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وربح بمطلع الموسم الحالي كأس السوبر الأوروبي. وبيبلش بايرن ميونخ مشواره من الدور نصف النهائي ب 17 ديسمبر بملاقات الاهلي المصري بطل افريقيا او جوانغزو الصيني بطل اسيا. وما غيب بطل اوروبا عن نهائي كاس العالم من عام 2004، كل مره كان عم يلتقي مع بطل امريكا الجنوبيه باستثناء مره واحده من 3 سنوات، وهالشيء متوقع ان يلعب بايرن ميونخ مع فريق رونالدينيو بالمباراه النهائيه للمسابقه يوم 21 ديسمبر الحالي. وعلى الصعيد القاري يبدو باير مرشح للاحتفاظ باللقب من بعد ما بلش مشواره ب5 انتصارات متتالية، ليكون الفريق الوحيد اللي عم بحقق الشيخ للموسم الحالي وضمن التأهل للدور 16. وبألمانيا حقق باير فوز كبير 7-0 على فيردر برمن ليعزز سجله الخالي من الهزيمة 40 مباراة متتالية بالدوري، كما انه عاد رقمه القياسي بخوضه 26 مباراة متتالية خارج ارضه من دون اي خسارة. كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن أكبر مفاجآت ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة من خلال توجه رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليقدم 60 مليون يورو لإدارة مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل الاستغناء عن خدمات المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو. وبتجي صعوبة رحيل سواريز للميرينجي بعد عروضه القوية اللي عم بيقدمها مع ليفربول وتسجيله للسوبر هاتريك قدام نورتش سيتي، الأمر يلي دفع اللاعب للظهور لوسائل الإعلام والكشف عن بقائه مع فريق ليفربول خلال عام المقبل. وذكرت صحيفة أنه طريق انتقال أغويرو لريال مدريد ما رح يكون مفروش أبدا بالورود، وكان انتقل سيرجيو أغويرو لمانشستر سيتي عام 2011 من فريق أتلتيكو مدريد مقابل 45 مليون جنيه استرليني. ضمن الدوري الامريكي للمحترفين بكره السله الـ NBA، ما نفعت عوده كوبي براينت لفريقه الليكرز اللي كان عم بيخوض مباراته الاولى معه وسجل 9 نقاط هالموسم، ليخسر ليكرز على ملعب ستابلز سنتر قدام فريق تورونتو 94-106. هاي الخساره العاشره للليكرز ب 20 مباراه، بينما فريق تورونتو عم بحقق انتصاره السابع مقابل 12 خساره. نيكونغ سجل 19 نقطه للليكرز، بينما امير جونسون سجل 32 نقطه لفريق تورونتو. وبأبرز النتائج، بوسطن تغلب على نيويورك 114-73، ميامي على ديترويت 110-95، وإنديانا عم بيخسر قدام أوكلاهوما 94-118.